بعدها خدت الحزام الاصفر. من الحزام الاصفر عملنا امتحانات اهل ثلاث شيء الاخضر داس اللي عندي الاخضر. هل عندك الحزام الاخضر؟ عندك حزام اخضر كراتي. انت عبط اقول لك كلام؟ انا اصلا ما شفتك دقت لك زول قبل كده. انا ما بحب المشاكل انت عارفني يا اخي. لكن حزامك الاسود ده اخذته في زنون الاخضر ده. كراتي دي لكن ما يعني تشاكل الناس يعني يا عبد السلام. ما هي شكل الناس. انا اخذته ومدرب جاهز كراتي دي. بعدين شوف ما بحب المشاكل بتجنبها. اتذكر حفله بتاعت ناس عصام. مش عملت شكلها؟ انا مشيت. لان انا خفته. لكن الزول ما ضربك ما ضربته ليه؟ انا ما ضربته لانه يعني انا من كراتيه تقوم عليه في راسي كده وسخن يا الله بجدع كاتات كده بجدع كاتات كده وستايلات جاكشان ذاته يا امن والله هذا في الكراتيه ده ما شوفني هذا بلبل انا باكل لك الغريب انا ما شفتك بتلعب كراتيه في حياتك لما قاعد امشي بالدور بمشي نادي بالدور الله كويس الدور ها كويس امسك اليد كده امسك كده ما امنت عليك الله ما امنت قول قول ولا شنو؟ بريكشا؟ لا ده لغمان لغمان منو؟ لغمان يا أخي ساكن من الشارع الرابع بغداد ما بعرفه أنا ماله؟ دقاني خلال المشاكل دي حقر بيك يعني مش؟ حقر بيك أنت مش قلت بتاع كرته؟ أنت جيت للزور الصح أيرا دقوا لي بس ده يا صاحبي بقى اسمه قتال شوارع أي قتال الشوارع ده أنا شنو تخصص فيه أي آه. لحظة بس ها حدقوا لي دقوا لي لغمان حيضر ضرب انت جيت للزول الصح يلا انا رايق خليك واقف هنا يا صاحبي اي ما في مشكله الله لا يلا يا الله لغمان ده اللي اخليه هذا جبت لك بتاع الكراتل قدروا تبيعوا فلو نمشي له ده اسمه قتال شوارع عارف يعني شو قتال الشوارع؟ ما بعرفه حتفرج فيه الليله ده انا واخذ فيه برونزيتين وحزامين نمشي دقيقة بس بتعمل في شنو انت؟ قطع الشوارع ده داير له شغل داير له تسخينة راح الله قال لغمان قال الله لو بقى سوبرمان قال له سبايدر مان بسم الله تعالي لغمان الله يلا بقى سبايدر مان هذا قال ايه ادوك كله عليك الله هذا لغمان الدقاني يا اخوان انتوا المسائل دي حلوها براكم كده بالتراضي ما في داير المشاكل والضرب